مرحبا. جميع العملات والمشاريع التي سوف نتحدث عنهم في هذا الفيديو هم مصدرهم Analytic Insight. هذه المنظمة اختارت 5 عملات رقمية سنقوم بمشاركتها معكم، وهي تعتبر أحد أفضل العملات التي يمكن لك أن تقوم بالاستثمار فيها ما بين قوسين لمدة طويلة. فحتى أضع لكم تشويق في هذه المقدمة، فواحدة من بين هذه العملات أنا شخصيا مستثمر فيها أكثر من 80% من أموالي في هذه العملة. فلنتعرف على هذه العملات ومشاهدة ممتعة. جيد إخوان، كما تشاهدون معي على الشاشة، نبدأ بأول عملة. لن نقوم بإعطائك مشاريع هذه العملات لأن عملات كبيرة، ولأننا سبق أن تحدثنا على كل عملة على حدة. يعني أنا أعطيك يعني الترتيب الخاص بواحدة تلو الأخرى على حسب ما نشرته موقع أو ما نشره يعني موقع Analytic Insight. فنتحدث هنا عن عملة Uniswap كأول عملة من بين العملات التي سنطرحها عليكم اليوم، اللي سعرها الحالي اللي هو 4.58 دولار، و يعني عملة من يعني مشروعها يعني يعتبر عن منصة وكلنا نعرفها، وأظن أن كثير فيكم من يعني تعامل مع الإيفرلود. يعني هذه واحدة من العملات التي يمكن لك أنك تجربها كذلك، واللي اعتبرتها يعني الأناليتيك إنسايت يعني كثاني أفضل عملة استثمارية ما بين قوسين في هذا الفترة هذه. فواحدة من بين العملات اللي عندها شعبية قوية جدا، كذلك تم ذكرها في المرتبة الثالثة، واللي هي عملة شيبا إينو، مشروع يعني الخاص ب أو مشاريع ما بين قوسين مشاريع وليس مشروع واحد، الخاص بشيبا إينو. وهنا نتحدث عن أهم مشروع اللي هو شيبا يوم، واللي تحدثنا عنه ما زلنا سنقوم بمتابعة لهذا المشروع. نتحدث هنا عن عملة أخرى في المركز الرابع، والتي هي عملة ستيلا. بالنسبة لعملة شيبا إينو يعني سعرها هو جد منخفض بالنسبة للناس التي تريد أن تقوم بالاستثمار بمبالغ الصغيرة، يعني في 5 أصفار، ولأن الشعبية قوية جدا، لكن لا تتوقع يعني أن تصل إلى 1 سنت و1 دولار يعني فترة يعني صغيرة. فيجب أن تنتظر لسنوات، لأن هناك حرق يتم، لأن هناك العديد من الأشياء التي متوقع أن تكون يعني في حتى يعني لو بحثنا عن هذا العملة بشكل كبير جدا، أوكي متوقع أن يكون في صعود بشكل كبير جدا، لكن سيكون على فترات، وهذا أفضل، هذا أفضل بالنسبة للعملة. نأتي إلى العملة أخرى واللي هي عملة ستيلا، واحدة من المشاريع القوية جدا، والتي تعرف واحد يعني واحد الإقبال كبير جدا من كبار المستثمرين. واحد من المشاريع التي سيكون عندها مستقبل كبير جدا، تم تصنيفها في المركز الرابع. آخر عملة اللي هي عملة تون، عملة TRX، سعرها 0 أو 8 سنت. أنا شخصيا مستثمر في هذه العملة، تقريبا وضعت 80% كما ذكرت معكم في أول هذا الفيديو، وهناك واحدة من العملات التي وضعت فيها 80%. أنا هذه العملة 80% من أموالي أضعها في عملة تون، عملة TRX، مشروعها قوي، العديد من الشركات تشتغل بها، بروتوكول جد رائع، وغيرها وغيرها يعني البلوك تشين إلى غير ذلك، وغيرها من الأشياء اللي خلتني أثق وأضع أموالي بشكل كبير جدا في عملة TRX. أوكي، فأنت بالنسبة لك يجب بالطبع يعني أن تقوم بتقسيم استثمارك، يعني لا تعتمد على عملة واحدة، اعتمد على العديد من العملات، يعني قسم يعني مبلغك يعني 3 أجزاء أو 4 أجزاء، تضع كل جزء في عملة حتى لا يضيع لك أموالك. ففي الأخير يبقى يعني استثمارك وأرباحك وخسارتك على أن تمن تتحملها طبعا، ولهذا يجب عليك أن تعرف يعني كما نقول دائما على أن هذا الفيديو وهذه العملات التي نطرحها ليست بنصيحة استثمارية. وشخصيا هذه العملات التي طرحتها لكم اليوم هي عن طريق يعني موقع Analytic Insight، والتي أعطى يعني توصية بهذا العملات التي سيكون عندهم مستقبل كبير جدا، وأنا أؤمن بهم يعني كما يعني ذكرت لكم سابقا. على العموم وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا أن تقوموا بإشتراك القناة وتفعيل الجرس، وضعوا لنا في تعليق أسفل ما هي العملة التي تريدونني أن أقوم بالحديث عنها في الفيديو القادم، وإن شاء الله سوف أستجيب لطلباتكم، والسلام عليكم.